بابا؟ لوين؟ لعند اختك على الروضة، رح استناها لتخلص شغلها وبعدها رح اخذها ونروح على السوق، لانه انت ما منك فايدة. انت ما فيك ما تبهدلني يعني؟ صرت قايل لك ألف مرة عود مع اختك واحكوا مع بعض، لانه كل الاخوة بتفشي قلبها لبعض بس انتو لا. انت مفكر اني ما حولت، بس هي ما عم تعطيني مجال لأحكي معها ابدا، تزعل مني دغري وبتخرسني وبتعصب. تزعل منك؟ هالشي طبيعي لانك ما طلعت قد المسؤولية، انا رايح حكيها. طيب شو رأيك انا وصلك ابي؟ اها ما عم صدق يلي سمعته. شكرا لك يا ربي، واخيرا ابني طلع بشي مفيد. اجي معك؟ لا ما في داعي، روح على شغلك. طيب بابا؟ ها؟ لا تشغل بالك، علاقة اختي وخطيبة بالنهاية رح تتحسن ويحلوا مشاكلهم كلها إن شاء الله. يا أهلين وسهلين. شرفتينا ست سينام. شرفتينا ست سينام. أهلا وسهلا يا خانم. هاي جايز. أهلين يا خانم، شو رجعتي؟ أي يا روحي، رجعت سينام كوراسلان. وأنا شو بفهم من هالحركة يعني؟ مو مبسوطة برجعتي؟ مع أني حبيتكن كتير لأنكن كتير زراف. كمان بتحكوا إنجليزي مزبوط وأنا بحب هيك. شنطايتي بأمانتك ماشي؟ وين ماي سيستر؟ ما أنا هون. كانت أمريكا؟ بتجنن، شكراً كثير على سؤالك، عن جد أنت بنت مزوقة ولطيفة. شكراً لك. سينام خانم وأخيراً رجعتي، كثير اشتقنا لك. وأنا اشتقت لك كمان حبيبتي، أختي بمكتبة؟ لا للأسف طلعت. أوف يا ما بعرف إذا طاهر بيك إجا، بس تونجاي بيك هون إذا بدك تشوفي. لا ما بدي شوفه بالمرة. يعني تونجاي هون؟ صاير عم يجي يشتغل بالشركة؟ ايه لأنه صار مدير الشركة. لا ممنوع تصف هون. أخي عم يشتغل هون، رح فوت شوفه دقيقتين واطلع بس. دقيقتين؟ ايه طيب يلا طيب. فوت. شكرا كثير لك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا، أنا بس بدي أسأل عن الأستاذ إيرهان لو سمحتي. بصراحة طلع من الشركة من شوي. وإمتى رح يرجع؟ للأسف ما قال لي. يعني ما في مجال تعرفي؟ صدقني مستحيل أعرف. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك، شرفت. شكرا كثير لك أخي. جيت على الشركة وما لقيت إيرهان، لهيك لازم نحكي. أنا اليوم معطل، حاكيني بس تفضي. على القسم الآسيوي. بس أنا ما عم بشتغل يا أنسة. لكن شو بتعمل بالله؟ حتى بالعلامة شارت التاكسي كانت شغالة كمان مو؟ لا تؤاخذيني، بس أنا اليوم بتكون عطلتي وبهذا اليوم ما بشتغل. لا تفكر إنه رح توصل زباينك يوم العطلة ببلاش. لو سمحت وصلني على مفرق الأناضول أو على قسم شرطة قريب، وإذا ما وصلتني رح أقدم شكوى ضدك. يلا خلينا نروح.
شو الاسم؟ عفواً؟ شو اسمك؟ شو دخلك؟ شو هاد يا؟ مفكر حالك شي شغلة؟ أنا اسمي سينام، شوف شو مبسوطة وأنا عم قول سينام. بدك علكة؟ ممكن تسكتي لأنه ما عم بقدر ركز منيح. بالنعنع. طيب شكرا كتير، كتير بحب النعنع. نزل لي هون. هون بدك؟ الحمد لله على السلامة. ثانك يو، كلك ذوق. يسلموا ايديك. العفو يا خانو. عفوا بس انت عايشة هون؟ تقريبا هالكم يوم. يعني انت ضيفة ولا شو؟ ما هيك شيء. طيب انا اسف لاني عاملتك بنفسية، بس كنت معصب، ما تواخذيني. ولا يهمك. طيب أنا رايح. طيب يسلموا إيديك. العفو، هذا واجبي يا أنسة. موفقة.